مواجهة قد تبدو متكافئة، تلك التي احتضنها استاد نادي الكويت في الدور نصف النهائي لأقل البطولات. العربي والسالمية يطمحان بالوصول للمباراة النهائية في لقاء انطلق بصافرة الحكم السعودي تركي الخضير. البداية عرباوية مع الثواني الأولى، مشاري الكندري هدد مرمى سطام الحسيني، الرد السلماوي من فهد الرشيدي تصدى له سليمان عبد الغفور، وبكرة ثنائية مقصيد مرر لبوبي الذي أضاع كرة سددها فوق المرمى. أخطر فرص اللقاء من المتألق حسين الموسوي الذي راوغ وسدد كرة أبعدها سطام لركنية. رد على تهديد العربي سريعا فهد الرشيدي برأسية على المرمى. الجماهير العرباوية تنتظر من بوبي هدف طال انتظاره، لكنه أضاع من جديد فرصة سانحة للتسجيل. النشط عدي الصيفي بتسديدة قوية كاد أن يفتتح التسجيل. النيجيري بوبي كليمنت يغضب الجماهير العرباوية وبنواف بإضاعته من جديد لأكثر من فرصة محققة للتسجيل. مع بداية شوط المباراة الثاني، بوبي كليمنت يصالح الجماهير العرباوية بتسجيله لهدف التقدم. السماوي في مهمة التعديل حاول الهجوم، لكن تسديدة الخطيب مرت بجانب الغائم. مشاري الكندري يرفض هدية المشاكس بوبي ويضيع فرصة تعزيز التقدم. وبكرة مرتدة سريعة للعربي قادها مشاري الكندري، تأخر بوبي في إنهائها ليبعدها الدفاع السلماوي أخيرا من أمام الموسوي. الرشيدي فهد كاد أن يقتنص برأسه هدف تعديل النتيجة، لكن سليمان عبد الغفور يتألق بإبعادها لركنية. مع قرب نهاية وقت المباراة الأصلي، جميع الاحتمالات قائمة في اللقاء بفرص سانحة للفريقين. السوري ديب يطلق كرة صاروخية أنغذها ببراعة عبد الغفور. السماوي يكثف من ضغطه، ونجم اللقاء سليمان عبد الغفور ينقذ مرماه. العربي متراجع، والسماوي يسابق الزمن لخطف هدف التعادل. نايف زويد يضيع طريق المرمى، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع فراس الخطيب يقتل فرحة العرباوية ويسجل هدفا أفرح السلماوية ولم يحتفل به الخطيب، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية. السالمية كاد أن يخطف هدف التقدم في شوط الإضافي الأول، لكن تمريرة نايف زويد لم يتمكن الخطيب من اللحاق بها. الشوط الإضافي الثاني والأخير ينطلق. العربي حاول التسجيل بكرة ثابتة نفذها حسين الموسوي جميلة وأبعدها سطام. الحذر والإرهاق بدأ واضح على لاعبي الفريقين بتناقل الكرة، والكرة الأخيرة لم تبتسم للعربي، ليلجأ الحكم السعودي تركي الخضير إلى ركلات الحظ الترجيحية لحسم الموقف. الركلات الترجيحية ابتسمت للعربي بعد أن غاد المتألق سليمان عبد الغفور فريقه للمباراة النهائية. المباراة كانت حلوة من طرفين، سيدوا فيها الشوط الأول، قدمنا الشوط الثاني جيد أفضل من الشوط الأول، ردينا المباراة دقيقة 90. كنا أضعنا فرصة في الشوط الإضافي كانت كفيلة أن تنهي المباراة، لكن قدر الله ما شاء فعل بضربات الجزاء توفق النادي العربي. نقولهم ألف مبروك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف نهائي جميل بين العميد الكويتاوي والقلعة الخضراء العرباوية إن شاء الله. مهما نسوي له ما راضي الجمهور، الجمهور العربي جمهور متعطش، يبي البطولات، يبي دوري، يبي كؤوس، يبي كل البطولات، كل اللي نقدر عليه بالإمكانيات الموجودة المتوفرة حق الفريق نحاول نقاتل. إيه والله تعبتنا، بس العربي قدم مباراة كبيرة، كان يفترض إنه يخلصها من الشوط الأول أكثر من 3-2 إلى 3 أهداف، كانت هناك فرص حقيقية. نجوم المباراة حقيقة حراس المرمى، نجوم المباراة أيضا العربي رجال، لاعبين، جماهير، مجلس إدارة، جهاز إداري، جهاز فني، جهاز طبي، حقيقة اليوم المباراة كانت كبيرة بالنسبة للعربي، والحمد لله ما كنا نسجل، ما سجلنا، ضعنا أهداف كثيرة، سجل علينا هدف، استمرينا أيضا، وعندنا نعتبر تغييراتنا واستمرينا في الشوط الثالث والرابع، ولله الحمد أن التدريبات الترجيحية راحت لمن يستحقها، فعلا العربي كان يستحق هذا الفوز. لبرنامج الديربي خلف العنزي.